الحالة الصحية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لحد اليوم الأربعاء الموافق 2 من ديسمبر 2020 كالتالي: هناك 510 عينة تم فحصها، 5 إصابة جديدة سجلت، حالة بالشرق الأوسط و3 حالات باللوغون الشرقي كلهم مخالطين لحالات سابقة، حالة بمدينة جمينة، 7 حالات شفاء ليرتفع العدد الكلي إلى 1539، 0 حالة وفاة ليبقى عدد الوفيات 102 حالة، 64 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ التاريخ 19 من مارس 2020 1705. المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية تدعو المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة. المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أوشيمي.